السلام عليكم. الإخوة في التجمع الفلسطيني في إيطاليا، مؤسسة فلسطينيون لأجل القدس، الإخوة والأخوات، الحضور الكرام، في ذكرى حرق المسجد الأقصى في 21 أغسطس سنة 1969، من وسط النار والدخان الماضي والحاضر ترفع القدس يدها المقدسة وتبارككم، ويحييكم أبناء القدس المرابطون ومعهم الأب منوي المسلم. القدس العربية تحترق، والقدس الفلسطينية تحترق، والقدس الإسلامية المسيحية تحترق، ولكن من الرماد سينبعث الفينيق الفلسطيني. حول هذا الموضوع بإيجاز سأحدثكم وأشكركم. القدس العربية اليوم يحترق بعدها القوم العربي أرضاً وشعباً ومقدسات. اليوم تنسلخ عنها دول عربية بالتطبيع. اليوم تتفتت تلك الصخرة العربية التي كانت تمتد من المحيط إلى الخليج، وبني عليها الفتح، وغرس الدين والحضارة والسماحة الإسلامية، ومعها الرحمة للعالمين. إنهم يضعون صورة الإسراء والمعراج في حواشي القرآن الكريم. أيها العرب، افهموا، من لا قدس له لا أقصى ولا قيامة ولا إسلام ولا مسيحية له. من لا قدس له يعيش غريبا عن الإسلام والمسيحية. يا أهل مكة والمدينة، يا أهل مكة والمدينة المنورة، القدس ابنتكم وأختكم وأمكم وعروس عروبتكم أصبحت غريبة. ويا أهل بغداد وأبو ظبي ودمشق والقاهرة وعمان وسائر العواصم العربية، الفلسطينيون إخوتكم غرباء في وطنهم ومأساتهم تتجذر. القدس وجذورها وأرومتها وأغصانها وثمرها عربية، فماذا صنعتم بها؟ تعترفون وأنتم تخونون عهدكم مع القدس أن احتلالها قانوني أخلاقي شرعي وليس استعمارا. تبا لكم، ويا لجهالتكم وغبائكم واستسلامكم. تعترفون بأن احتلال القدس ليس إلا مجرد عودة شعب يهودي مسكين إلى أرضه، أرض الميعاد، وليس ذلك حركة استعمارية استيطانية هدفها كسر الوحدة العربية ونهب ثرواتها وتفتيت المسلمين في كيانات هزيلة مريضة يسهل إذلالهم. وهذه الدول المتخاذلة تعترف أن اليهود شعب، وما هم بشعب بل لمم أفراد، لمم أفراد من شعوب وأثنيات مختلفة، وأن هذه الأرض ليست أرض الميعاد لهم بل لكل من آمن إيمان إبراهيم. بمن تثقون؟ إنكم تثقون بقادة الحروب الصليبية الجديدة على الأرض والإنسان في فلسطين. إنها حرب صليبية بامتياز،
ونحن لها بالمرصاد والسلاح مقاومون. واليوم أيضا تحترق القدس الفلسطينية. إنها تحترق لأن دولا عربية تشعل الآن النار في هوية الفلسطينيين، أكان ذلك في الشتات أو الوطن. تتلاعب بنا الدول بالقضية الفلسطينية، تتلاعب تلك الدول بنا وبالقضية الفلسطينية وقضية لاجئينا وشهدائنا وأسرانا وجرحانا والمحاصرين منا في غزة والأيتام والأرامل كما يتلاعبون في كرة القدم. إنهم يحرقون هوية شعب ليزول من التاريخ. هم يحرقون أحلام 15 مليون فلسطيني مع عواطفهم وإنسانيتهم وحنينهم إلى وطنهم وأهلهم وكنائسهم وجوامعهم وبيوتهم وحقولهم وتراثهم وأغانيهم. لا تهمهم عذاباتنا، لا تهمهم أمور الأقصى، ولا منع رفع الآذان من مآذنه، ولا يهمهم تدنيس الأقصى وإطلاق النار في داخله، ولا يهمهم التهديد بتدميره وبناء الهيكل مكانه، لا يهمهم الحفريات والمستوطنات وقدم الأرض وقتل الإنسان وهدم البيوت. همهم السلام، همهم السلام مع الأفاعي والضباع الصهيائنة. سيأتون لزيارة فلسطين والقدس، سيأتون لا لتحريرها، بل ربما همهم الزائف بأن يزوروا الأقصى المبارك ويصلوا فيه ولو تحت حراب الصهاينة. نحن لم نمنعهم ولن نمنعهم أن يأتوا، ولكن من يحميهم إن أتوا من لطم أحذية المقدسيين هناك؟ وما هذا إلا برهان على أن القدس تتقيأ هؤلاء ولا تريدهم أبناء في أحشائها من بعد. والقدس الإسلامية المسيحية أيضا تحترق، وأول ما يحترق فيها هو وثيقة العهدة العمرية. فلم يعد المسيحيون والفلسطينيون مرتبطون بكل المسلمين في العالم العربي، لم يعد الفلسطينيون المسيحيون الفلسطينيون مرتبطون بكل المسلمين في العالم العربي. فلا عهدة عمرية بين المسيحيين في فلسطين والمسلمين في العالم. بين شعبنا الفلسطيني فقط وبين مقدساته الإسلامية والمسيحية فقط عهدة عمرية. هل تسمعون صوت المتفجرات؟ وهل ستلتفت أعينكم لترى تدمير حضارتنا الواحدة في القدس؟ وهل ستحمل أيديكم السلاح مثل صلاح الدين لتحرر القدس وتعز الأقصى من جديد؟ يا عربا ضحكت من تفتتها وتفرقها وخنوعها شعوب العالم. الفتح الإسلامي يحترق في القدس،
فيتراجع الإسلام عن أرض الإسراء والمعراج. أصبح هؤلاء العرب يلزمهم فتح إسلامي جديد يعيدهم إلى فهم نبيهم وقرآنهم فهما صحيحا. القدس مدينة الله، والمسلمون والمسيحيون فيها شعب الله، والله ناصر لقدسه وشعبه في فلسطين. المسيحيون في القدس لن يقبلوا أبدا أن يأخذ نتنياهو مفتاح كنيسة القيامة من أيدي صلاح الدين والمسلمين، والمسيحيون والمسلمون لن يقهرهم ترامب، لن يقهرهم ترامب وينتزع منهم مفتاح الأقصى المبارك ليهديه الصهاينة. القدس تجمع كل أحرار العرب والمسلمين حولها، وهؤلاء هم ضمان تحريرها. الشعوب العربية لنا ونحن لهم، ولهم منا كل احترام وإكرام ومحبة. نحن الفلسطينيين في الوطن والشتات لن نهون ولن نستكين ولن نستسلم، ولن يقهرنا مستعمر غازٍ، ولن يوثقنا حبل عنكبوت صهيوني. إن طحنوا شعبنا في الوطن سيكون الطحين سلاح صمود أهلنا في الشتات، وحبهم وذكرنا الطيب عندهم هو سلاحهم لقهر عدوهم وتحقيق عودتهم. لا كرامة لنا إلا بأهلنا في الشتات، ولا فرح للقدس إلا بهم، ولا عزة لسلاحنا ومقاومينا إلا بعودتهم. وأنا لن أنسى كلمة الرمز ياسر عرفات رحمه الله، قالها لي في عيد الفصح المجيد في غزة، وهذه الكلمة شعار لكل الفلسطينيين. قال: يا أب منويل، المسيح قام وشعبي سيقوم، شعبي سيقوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.